بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في هذه الحلقة نبدأ مع المؤلف في حديثه عن الهبة والعطية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه وبعد. هذا الباب عقده المصنف لبيان أحكام الهبة وأحكام العطية وأحكام تصرفات المريض. فالهبة مأخوذة من هب يهب إذا عرض، ومنه هبوب الرياح لعروضها. وأما تعريفها اصطلاحا فهي كما عرفها المؤلف، هي التبرع بتمليك ماله الموجود المعلوم غيره. والفرق بين الهبة والعطية أن الهبة هي العطية في حالة الصحة، وأما العطية فهي العطية في حالة المرض، وإلا فكل منهما تبرع، لكن هذه في حالة الصحة وتلك في حالة المرض. نعم. قال رحمه الله: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. نعم، هذا هو تعريفها فقهيا، هي التبرع يخرج بذلك عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وغير ذلك. بتمليك يخرج بذلك التبرع المنافع مثل الهبة، مثل العارية والقرض غير ذلك، لأن هذا إنما هو تبرع غير تمليك. وبتمليك ماله الموجود يخرج المعدوم فلا يصح التبرع به، كذلك المعلوم يخرج المجهول فلا يصح التبرع بشيء مجهول. وقوله غير، هذا مفعول لتمليك، مفعول للمصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله. ويخرج بذلك لو ملك نفسه، فإن هذا لا يسمى هبة، لأنه لا يملك نفسه من نفسه. نعم. قال: وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. إذا شرط في الهبة عوضا معلوما فهذه هبة بمعنى البيع. وهي ما يسمونها هبة الثواب، فهذه تدخل فيها أحكام البيع من جواز الشفعة وغير ذلك من أحكام البيع. وقالوا: الفرق بين هبة التبرع وهبة الثواب
أنه إن تبرع لمن هو دونه فهذه هبة تبرع، وإن تبرع لمن هو فوقه فهذه هبة ثواب، فهو لم يتبرع لمن هو فوقه في الماء وفي الغنى إلا لأنه يرجو أن يرد عليه أكثر مما وهب له، وذلك كالهبة للملوك السلاطين من أحد أفراد الرعاية، فهو لا يهب إليهم إلا وهو يرجو أن يرد عليه أكثر مما أعطاهم، فهذه هبة ثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. ولا يصح أن يهب شيئا مجهولا إلا ما يتعذر علمه، ومثل لذلك بما لو كان له نصيب مشاع في مال لا يمكن تمييزه عن نصيب غيره، فله أن يتبرع لشريكه بنصيبه فيضمه إلى نصيبه. نعم. وتنعقد بالإيجاب والقبول. تنعقد الهبة بالإيجاب، وهي قول الواهب وهبتك أو أعطيتك أو منحتك، نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد التمليك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له، كأن يقول قبلت هذه الهبة أو أخذتها أو ما أشبه ذلك. والمعاطاة من الألفاظ التي تدل على القبول. نعم. والمعاطاة الدالة عليها. وتنعقد أيضا بالمعاطاة، والمعاطاة معناها الفعل الذي ليس معه تلفظ، كان يدفع إليه شيئا ثم يأخذه المدفوع له بدون أن يتكلم واحد منهما، فهذه أفعال تدل على القبول، تدل على الإيجاب والقبول وإن لم يحصل بذلك لفظ. نعم. وتلزم بالقبض بإذن واهب. لا تلزم الهبة إلا إذا قبضها الموهوب له، أما بمجرد الإيجاب والقبول قبل القبض فإنها لا تلزم لأنها تبرع، فلكل واحد منهما أن يتراجع قبل القبض، أما إذا قبضت فإنها تلزم، بدليل أن النبي صلى الله بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة رضي الله عنها مقدارا من التمر، ثم لما حضرته الوفاة استرجع هذا التمر وقال: لو كنت قبضتيه لكان لك، أما ولم تقبضيه فإنه يكون للورثة، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فدل هذا على أن الهبة لا تلزم إلا بالقابض. نعم. قال: إلا ما كان في يد متهب ووارث إلا ما كان في يد متهب. فإذا كانت الهبة في يد المتهب كالغاصب والمستعير والمودع، ما وهب له ما غصبه منه، أو وهب له ما أعاره إياه، أو وهبه ما أودعه إياه، فهذا لا يحتاج إلى قبض، لأن استدامة هذا المال في يده يقوم مقام القبض. نعم. ووارث الواهب يقوم مقامه. لو وهب لشخص هبة ثم مات الموهوب له قبل أن يقبض الهبة فوارثه يقوم مقامه بالقبول أو الرد. نعم. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته.
ولو لم يقبل. نعم، إذا كان له على شخص دين أو عنده له حق فأبرأه منه، كان يقول أسقطت عنك ديني أو نحو ذلك من الألفاظ، قال بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة نحو ذلك من الألفاظ، قال له أبرأتك من ديني عليك أو حللتك أو تصدقت عليك بما عندك لي من الحق، فإنه يسقط ذلك الحق ولو لم يقبل الموهوب له، يسقط ذلك الحق وتبرأ ذمة من هو في ذمته حتى ولو لم يقبله، لأن صاحبه أسقطه. نعم. وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. ما هو الشيء الذي تصح هبته؟ كل مال يصح بيعه فإنه تصح هبته، وكذلك المختص الذي لا يصح بيعه تصح هبته كالكلب الذي ينتفع به لصيد أو لحرث أو لماشية، فإذا وهبه لغيره صحت الهبة، لأن الواهب يجوز له أن ينتفع بهذا الكلب، فله أن يتبرع بنفعه لآخر، وإن كان هذا الكلب لا يملك وإنما يكون من المختصات ومن المرتفقات، فله أن ينتفع به بنفسه أو أن ينيب من يقوم مقامه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. ومن أحكام العطية أنها إذا كانت من الوالد لولده فإنه لا بد أن يعدل بين أولاده، فلا يهب لبعضهم دون بعض، لأن هذا ظلم وجور، وذلك لأن بشير بن عبد الله والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهب له عبدا، فقالت أمه: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك عطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقد ورد هذا الحديث بروايات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وورد برواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بعطية دون الآخرين، بل يسوي بينهم في العطية، والتعديل يكون بإعطاء الذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى في المواريث، هذا هو التعديل. نعم. فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. إذا أعطى بعض أولاده ولم يعطي الآخرين فإنه يلزمه التسوية بينهم، إما بالرجوع في الهبة وسحبها من الموهوب له لأجل أن لا يخصه بشيء، أو بإعطاء الآخرين مثل ما أعطى الأول، هذا معنى قوله: فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. سوى بعضهم، فإن فضل بعضهم يعني خصه بالعطية دون الآخرين، فإنه يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول، وهذا معنى التسوية، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان أعطاهم كلهم إلا أنه فضل واحدا منهم وأعطاه زيادة فإنه يزيد للآخرين حتى يساووا
الأول، هذا معنى قوله برجوع أو زيادة. نعم. فإن مات قبله ثبتت. إذا مات الوالد الذي خص بعض أولاده، إذا مات قبل التعديل، فإنها تثبت العطية وليس لبقية الأولاد حق المطالبة، لأن الوالد مات، وإذا مات تعذر التعديل. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنها لا تثبت، وأن الحكم لا يزال حتى بعد موته، فلا بد من التعديل حتى بعد موته. فللبقية الورثة الذين لم يعطوا المطالبة بتسويتهم بالمعطى، ويكون ذلك عند الحاكم الشرعي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. قال: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، أي التي قبضت، لأنه سبق لنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فإذا قبضت الهبة لم يجوز له الرجوع فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا مثل سوء، يدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له، لأنه لما قبضها صارت ملكا له، فلا يجوز لواهبها أن يرجع فيها إلا في حالة واحدة، وهي الوالد إذا أعطى بعض أولاده، فقد سبق لنا أنه يلزمه التسوية بينهم، إما برجوع وإما بإعطاء الآخرين زيادة مثل ما أعطى الأول. فيجوز للوالد الرجوع في الهبة ولو قبضها الولد، وذلك ليتلافى الجنف ويتلافى الخطأ الذي وقع فيه، فله أن يسحب الهبة من ولده من أجل ألا يخصه بشيء دون الآخرين. هذه الحالة تستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لأن هذا رجوع لمبرر شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. هذه مسألة جاءت للمناسبة، لما بحث في حكم إعطاء الوالد لولده وما يلزمه فيه من التسوية بين أولاده، حينئذ تطرق إلى العكس، وهو أخذ الوالد مما لولده، هل يجوز هذا؟ قال: نعم، يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، فيأخذ مما فضل عن حاجته، ولم يكن في أخذه ضرر وإجحاف بالولد. فللوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بهذين الشرطين: أن لا يكون في ذلك ضرر على الولد، ولا يكون بالولد حاجة إلى هذا الشيء الذي أخذه والده. فإن كان فيه ضرر فهذا لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والدليل على أن للوالد أن يأخذ من مال ولده قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ولد يشتكي والده ويطالبه بدين له عليه، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. نعم. قال: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له
ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح. نعم. قال فإن تصرف في ماله، تصرف الوالد في مال الولد، نعم، ولو فيما وهبه له، ولو فيما أعطاه إياه كما سبق المعطي الوالد، أي نعم، ببيع أو عتق أو لو إبراء، لو باع الوالد من مال ولده أو اعتق الوالد من مماليك ولده، نعم، أو إبراء، أو أبرأ الوالد من ديون ولده، ولده له ديون على الناس، فجاء الوالد وأبرأ الغرماء أو المدينين أو بعضهم من هذه الديون، نعم، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو أراد أخذ هذا المال قبل رجوعه في الهبة كما سبق، يعني هذا المال مما وهبه له وخصه به فأخذه قبل رجوعه، نعم، أو تملكه بقول أو نية أو تملك الوالد من مال ولده شيئا نعم بدون بقول أو نية وقبض معتبر، نعم، لم يصح بل بعده، لم يصح بل لا بد أن يجري هذه الأشياء بعد أن يتملك بعد أن يتملكه، لا بد ما تصح هذه الأشياء إلا بعد أن يتملكها الوالد، فإن أجرى هذه الأمور قبل أن يتملكه بقبضه، يعني أعتق العبد قبل أن يأخذه من ولده، أو أبرأ من الديون قبل أن يأخذها من ولده، أو أي ذلك من التصرفات قبل أن يملكها بقول أو فعل، فإنه لا يصح هذا التصرف، لأنه تصرف فيما لا يملك، فالوالد لا يملك من مال ولده إلا ما أخذه وتملكه، أما لو أنه أجرى هذه التصرفات قبل أن يتملك هذه الأشياء من مال ولده فإن هذه التصرفات لا تصح، لأنه تصرف في شيء لم يملكه، وملكه إنما يتم بقول كأن يقول أردت أخذ هذا الشيء، أو الفعل بأن يأخذه فعلا ويحوزه، فإذا كان هذا التصرف جرى قبل هذه الأمور فإنه غير صحيح، لأنه تصرف فيما لا يملك، أما إذا كان بعد أخذه بقول أو فعل بعد تملكه، إذا كانت هذه التصرفات في مال ولده بعد تملك الوالد لمال الولد بقول أو فعل صحت هذه التصرفات لأنها صادرة من مالك، نعم. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، نعم، ليس للولد مطالبة أبيه بدين أو نحوه من الحقوق، ليس له مخاصمته عند الحاكم، لأن في هذا إساءة أدب مع الوالد، ولأن الولد وما ملك ملك للوالد، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي والده ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم له على والده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ومالك لأبيك، نعم، إلا بنفقته الواجبة عليه فإن لا يطالب الولد والده إلا بالنفقة الواجبة على الوالد فقط، لأن هذا حق له على والده، فإذا قصر والده في نفقته أو لم ينفق عليه فللولد أن يطالب والده بالنفقة، لأن هذا شيء ضروري ولا يعيش الولد إلا به، فله أن يطالب والده بالنفقة الواجبة عليه بالمعروف، نعم. قال فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، له مطالبة والده عند الحاكم بنفقته، وله أن يطالب الحاكم أن يحبس والده حتى ينفق عليه، لأن هذه مطالبة بحق، والوالد يكون ظالما إذا منع النفقة الواجبة لولده، فإذا منعها وأصر
فللحاكم أن يحبسه، قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم أحل عرضه وعقوبته. نعم. شيخ، قوله ليس له مطالبة به بدين، يعني لو كان له على به دين ليس له أن يطالبه به، لكن يبقى الدين للولد على أبيه ويخاصمه إن انقضاه أو يسقط، يبقى الدين لولده عليه. لكن لو أن الوالد أراد أن يتملك هذا الدين وأن لا يعطي والده ولده هذا الدين فله ذلك. نعم. في بعض حاجات الأولاد كالزواج مثلا أو السيارات يلزم العدل مع بقية الأولاد؟ النفقة تكون بقدر الحاجة، يعطي كل ولد قدر حاجته، فليست نفقة الكبير مثل الصغير، فلا يلزمه التسوية في النفقة لأنها لدفع الحاجة، فيعطي كل واحد ما يكفيه، وهذا هو العدل. ومن احتاج منهم إلى التزويج زوجه، ولو لم يزوج الآخر إذا كان الآخر لا يحتاج إلى تزويج، لأن التزويج مثل النفقة يكون بقدر الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.